الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى كل من دعا بدعوتهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يؤكد الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن في خلق السماوات والأرض دلائل على قدرة الله تعالى وحكمته، دلائل على عظمته وقوته، دلائل على إبداعه وحسن صناعته وإبداعه لهذا الكون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، تعاقب الأزمنة المختلفة، الليل يذهب ويأتي بعده النهار والنهار يذهب ويأتي بعده الليل، وهكذا نجد الحياة دائما في حركة دائبة ومستمرة تتبدل وتتجدد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، يؤكد الله تعالى أن في هذا الخلق وفي تعاقب الليل والنهار آيات، ولكن من يدرك هذه الآيات هم أولو الألباب، هم أصحاب العقول، هم الذين يوظفون عقولهم من أجل أن يفهموا حقيقة الخلق، ومن أجل أن يفهموا الغاية التي من أجلها خلقوا، وهو أن يفهموا ما خلقه الله لهم وسخره لهم، لأن في فهمهم لخلق الله سيتوصلون إلى الإيمان الكامل بالخالق. منهم أولو الألباب، الآية تشرحهم وتبينهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء الذين يوظفون عقولهم، لأن توظيف العقل يؤدي إلى التفكير، لأن التفكير هو وظيفة العقل، ويفكرون باستمرار ويفكرون دائما ويفكرون في كل الوضعيات التي هم عليها، سواء كانوا قياما سواء كانوا قعودا سواء كانوا رقودا، في أي وضعيات كانوا يفكرون في خلق السماوات والأرض ويفكرون فيما خلقه الله عز وجل وأبدع في خلقه وسخره لهم. النتيجة التي يتوصلون إليها بهذا التفكير المستمر الدائم الدؤوب، ويتفكرون لأنه فعل مضارع
الذي يفيد الاستمرارية، لأن من معاني المضارع الاستمرار في اللغة العربية. النتيجة التي توصل إليها هو أن الله تعالى خلق هذا الكون وأقامه على الحق وليس على الباطل، وأن ما خلقه الله هو الحق سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أدركوا بأن الحياة التي منحهم الله تعالى إياها من أعظم ما وهبه الله لهم، غير أنني أريد أن أنبه إلى شيء، لأن كثيرا ما أسمع خطباؤنا ووعاظنا يذمون هذه الحياة الدنيا. نعم ورد هذا المعنى في كثير من السياقات، ولكن لا ينبغي إخراج معناها عن سياقه الذي ورد فيه، سياق اللغوي والعاطفي، سياق الزمني والمكاني، لأن الحياة التي يذمها القرآن هي الحياة التي يملأها صاحبها بالمعاصي، أم الحياة التي يملأها بالطاعات تبقى من أعظم ما وهبه الله تعالى لهذا الإنسان. لأن من هذه الحياة النسبية التي نعيش فيها الآن والتي اقتضاها عدل الله تعالى، منها نتمكن من تعقل الحياة الأبدية، الحياة السرمدية، حياة الخلود التي وعدنا الله تعالى بها. لأن الله خلقك أيها الإنسان وقضى حكمه أن يكون البقاء للحياة وليس للموت، قضت حكمته أن تكون خالدا، أن تكون سرمديا، أن تكون أبديا، غير أنه حملك مسؤولية اختيار المكان الذي تخلد فيه. لأن الله تعالى هي الخلود في النعيم للمتقين، وهي الخلود في الجحيم والعياذ بالله للمعتدين. الله تعالى خلق هذا الكون في كل جزئياته وتفاصيله وفي كليته وفي كل الكليات، خلقه أقامه على الحق وأقامه على العدل. ولهذا نجد أولي العقول يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ اللهم